السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد. ففي خبر عاجل من وزارة التربية الوطنية، قررت إلغاء جميع الامتحانات الكتابية والخاصة بالمباريات المدارس العليا وتعويضها بالانتقاء الأولي. فقد جاء في بلاغ إخباري من وزارة التربية الوطنية تنهي فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى علم جميع التلاميذ وأوليائهم أنه ابتداء من الدخول الجامعي المقبل 2020-2021 سيتم تدبير السنة الأولى للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير NCG، وكذلك المدارس الوطنية علوم تطبيقية لينسا، والمدرستين الوطنيتين للمهن إنصام، والمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم إنصاد، من خلال اعتماد الانتقاء عبر استعمال المنصة الرقمية توجيهي عوض الانتقاء الأولي والمباراة الكتابية المعمول بها. ويأتي هذا القرار الذي اتخذ بتشاور وتنسيق مع المؤسسات المعنية في إطار خطة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتبسيط ورقمنة مسطرة الولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود من خلال منظومة معلوماتية مندمجة تكرس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع. يعني هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية يهدف إلى تسهيل العمل على الطلاب أو تسهيل المأمورية على الطلاب والمترشحين للمدارس، فعوض العمل بالمباراة الكتابية المعمول بها سيتم فقط الاعتماد على انتقاء أولي والتسجيل، أو من خلال اعتماد انتقاء عبر استعمال المنصة الرقمية التوجيهي لتسهيل العمل أو تسهيل المأمورية على الطلاب والتقليل من تنقلهم إلى أماكن إجراء المباريات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.